غادر القاهرة الرئيس الإريتري السياسي أفورقي بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت يوما واحدا استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناولت محادثات القمة بين الرئيسين التي عقدت أمس بقصر الاتحادية سبل ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات. كما تناولت المحادثات التنسيق إزاء قضايا المنطقة والقارة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي والسودان والصومال ومياه النيل وأمن البحر الأحمر، وذلك في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.